بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة نجيبة الخزعل من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، قسم اللغة الإنجليزية والترجمة. اليوم إن شاء الله راح أبدأ معاكم أول محاضرة من كورس الفوناتكس أند فونولوجي. إن شاء الله بشرح عليكم من الكتاب The Fourth Edition الطبعة الرابعة. أوكي، أول حاجة ضروري نفهم معنى الفوناتكس and phonology. What is the course is all about؟ عن ماذا يتحدث هذه المادة؟ راح ندرس فيها هي دراسة علم الأصوات وكيفية إصدارها أو إنتاجها في اللغة. It's the study of the sound of any language. بعدها بنتكلم عن شيء مهم اسمه الفونيم، وهو ويعني أصغر وحدة صوتية، الصوت الواحد. لاحظوا إحنا ما قاعدين نتكلم عن الأحرف، نتكلم عن الأصوات. يعني مثلا هنا كلمة إناف، ن أ ف إي، كلها هذه وشو؟ أصوات، ما هي أحرف. وبغض النظر عن كمية الأحرف، خلاص الصوت الصادر راح ينكتب، مع أن هنا مو مكتوب فا، مكتوب جي اتش، لكن هنا نكتب الصوت إناف. أوكي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصوت المعتمد، أو مو الصوت المعتمد عفوا، اللهجة أو اللكنة المعتمدة في هذا الكتاب هي البريطانية، ف يعني ما يهم مدى معرفتكم بالأمريكي، وإذا أنتون كيف تعرفوا كيف تنطقوا زي كذا. يبغى ليكم تسمعوا كثير بريطاني لين ما تتعودوا عليه وتعرفوه، حتى تكتبوا الترانسكريبشن بشكل صحيح. المهم قبل لا ندخل في ده الشي، حابة أتكلم عن بعض النقاط. أولها السيلابل، طبعا أصغر وحدة الفونيم، بعدها السيلابل. syllable يتكون من أكثر من فونيم بشرط أنه يكون في vowel، ف vowel و consonant يكونوا syllable. ممكن الكلمة تتكون من أكثر من syllable، وممكن تكون من one syllable. طبعا one syllable يعني يكون فيها vowel، وممكن أحرف ساكنة قبله أو بعده. المهم بعدها stress اللي هو مدى الشدة، أو يعني بعطيكم عليها مثال، إنه هو يكون في الكلمة نفسها، وهذا الشيء حتى إذا تعلمت وتفرقوا بينه ممكن تفرقوا في البارت اوف سبيتش. يعني إذا الكلمة مثلا كلمة present معنى هدية أو حاضر أو أيا يكون، present كاسم، أوكي التشديد يكون في البداية present، لكن إذا كانت فعل present اوكي يكون في النهاية. فهمتوا وش اقصد بستريس؟ present present، او مثلا record record اذا كان في النهاية. اوكي الانتونيشن، الانتونيشن مثلا هو مدى ارتفاع الصوت نفسها، نبرة الصوت. يعني مثلا هذا أكثر شيء يظهر في السؤال لما ما يكون سؤال. يعني مثلا أقول طلعت نتائج الاختبار، طلعت نتائج الاختبار الأولى هي تعطيش معلومة، ترى طلعت نتائج الاختبار. الثانية مع أن يعني هذا كلام ولا فيها هل ولا فيها أدوات استفهام ولا فيها حتى question mark في النهاية، مجرد يعني نفس الجملة، لما تغير الانتونيشن تعطيني يعني توصلي معاني مختلفة، ممكن سؤال تعجب وإلى آخره. هذا معنى الانتونيشن، وهي نسميها rising and falling، يعني متى يرتفع صوتش عند أي كلمة ومتى ينزل، بحيث أنش توحي بمعنى معين. هنا هم حاطين مثال لحق stress contract،
contract, they sign a contract, it started to contract. تشديد يكون هنا. Contract, contract. المهم فهمنا معنى الفونيم وكل شيء. الحين ننتقل إلى الأكسنت والديالكت. هنا تنتبهوا لنقطة بسيطة بس، ترى كل هالمادة سهلة جدا يعني، لا تحطوا في بالكم إنها صعبة، وإن شاء الله راح تكون سهلة عليكم، بس فيها شوي بعض الأشياء حفظ كثيرة يعني. المهم الأكسنت is concerned with only the pronunciation. الأكسنت تهتم فقط بكيف تلفظي، كيف تلفظي نفس الكلمة. يعني مثلا flower flower، عندك البريطانيين مثلا يحذفوا حرف الآر، أو الأمريكيين يقولوا بدال حرف تادا، literally literally. فهذه كلها نسميها accent، اللي هو يكون بس اختلاف في النطق، يعني نفس الكلمة كل واحد ينطقها بالشكل اللي يريحه. لكن الديالكت لا، ممكن يكون، وانا هي خليني اقراها عليكم. Dialect to refer to a variety of a language which is different from others, not just in a pronunciation but also in such matters as vocabulary, grammar, word order. يختلفوا في الفوكابيولوري، الجرامر، وهو برضو في اختلافات يعني في الفوكابيولوري. يعني ساعات في كلمات مثلا flat apartment مثلا، يعني ما أحضرني الحين كثير، لكن في فرق يعني. ساعات في كلمات أكثر شيء يستخدموها في بسكت، كوكيز مثلا، كيندي، سويت، كلمات ساعات يختلفوا فيها، تسميها دايلكت. أوكي، قلت لكم اللهجة المعتمدة هي البريطانية، واسمها received pronunciation، اختصارها RB، أو BBC pronunciation which stands for British Broadcasting Channels. هذه اللي لازم تسمعوها، BBC pronunciation. في موجود يعني تقدروا تسمعوها في النت، وفي يعني كنت أسمع 6 minute English، أو ممكن تحطوا على البي بي سي في التلفزيون وتظلوا تسمعوا إليها عشان تتعودوا على اللهجة، لأنكم ضروري بتحتاجوها يعني. بس هذا بس المهم في الانترودكشن. في عركم هنا بعد كل درس written exercise، حلوهم ترى مهمين ورح يجي منهم في الاختبار. give three different names، سؤال مو مهم بس أنا قلت لكم بي بي سي برونانسيشن و ار بي، وترى الأجوبة موجودة في نهاية الكتاب. What's the difference between accent and dialect؟ الأكسنت مختصة بالبرونانسيشن، والديالكت الأشياء الأخرى. How many sounds phoneme do you think there are in the following words؟ مرة مهم، مرة مهم ها. ولا تحسبي لي الأحرف وتفكري إن تكتشفي كم فونيم، يعني لازم تفهمي وش الفونيم اللي هو الصوت. مثلا love، L بعدين هنا في vowel بعدين va، love، ثلاثة three phonemes. خلينا rest، R vowel S T rest، W الأحرف اللي ما هي أردي ما تنطقيها ما تحسبيها. shrink، شا one phoneme لإشارة معينة بتتعلموها إن شاء الله. shrink. المهم هذا السؤال مهم وراح يجي منه في الاختبار. the production of speech sound articulators above the larynx. larynx اللي هي الحنجرة، وراح اشرح لكم كل شيء. دول الاعضاء اللي يساعدونا في النطق نسميهم articulators. the study of them is called articulatory phonetics. المهم احفظوا بس انهم articulators. الحين بشرحهم لكم على هذه الصوره، مره سهلين، المفروض انكم يعني تعرفوهم. يعني النوز، الانف، upper lip، lower lip. طبعا دول مرة مهمين لدرجة في أحرف النطق مثلا بس بالشفايف، راح أشرحها الحين.
upper teeth, lower teeth، هذول الأسنان اللي فوقهم هنا alveolar ridge، منطقة مهمة ننطق فيها يعني الكثير من الأحرف، hard palate, soft palate أو vellum. هنا pharynx which is a tube starting above the larynx، هو شيء يوصل من الحنجرة يا إلى الأنف يا إلى الفم. إذا كان إلى الأنف نسميها هذه المكانة nasal cavity، nasal من النوز، أو هنا oral cavity موجودة هنا دي vocal tract اللي هو الشيء اللي يوصل. إذا كان comprising the mouth the oral cavity أو هنا nasal cavity مكتوبة. المهم بس انكم تحفظوا الارتكيليترز which is something very easy a piece of cake صراحة. انكم بس اشياء جديدة عليكم السوفت باليت واللي يجي في النهاية مرة الهارد باليت، وتقدروا حتى تلمسوهم بلسانكم يعني بالذات هذه الالفيلر ريج يعني مثلا زي حرف د د ن ت كلها بتحطي لسانش اوريدي في دي المنطقة. والحين راح اجرب وياكم كل الاحرف. اوكي اول شي هنا عندنا soft palate منها ك ج ك ج، شوفوا كيف يجي من نهاية الحلق يعني hard palate palatal. الباليتال هنا حاطين شنو يا يا يس، طبعا هذا حرف الجا هذا رمز للساوند يا، هذا الفونيم هو رمز للساوند يا. الالفيلر ريج such as ت د ن ونسميهم الفيلار. وضروري الحين يعني فهموهم، بعدين إن شاء الله مع الأيام لازم تحفظوهم، وأنا أفضل تحفظوهم من الحين دام نحن تونا في بداية الأسابيع يعني، وبإمكانكم عندكم وقت وبعدنا ما انضغطنا في الأسايمنتات ولا صار شيء، فابدأوا. ولو على كيفي بعد حتى البنات اللي ما قاعدين ياخذوا فنولوجي الحين برضو يبدأوا يحفظوا. تانج أيوة التونغ شيء مرة مهم، الحين بشرحها هنا. التونغ بدايته تب played front back root، ما عليك من الروت خلنا في الباك front و played. بداية اللسان وسطه ونهايته، وفي أحرف يعني تنطق باستخدام اللسان بأشكال المتعددة يعني. خلينا الحين ننتقل إلى teeth الأسنان، والأسنان upper and lower ننطق بها حرفين ونسميهم dental which is ث، هذا ث وهذا ذ، ث ذ dental ضروري تحفظوا أنهم dental ينطقوا باستخدام الأسنان ث ذ ث ذ. طبعا أني كيف أجرب كل ما جربتي وفهمتي كيف ينطقوا حفظتيهم أسرع. The lips are important in speech. أيوة هنا زي ما قلت لكم أن البايليبيل زي حرف البا با وما، دول كلهم فقط باستخدام الشفاه ما با با. لو تلاحظوا حتى أن الأطفال أو أول الكلمات عادة ينطقوها بالأحرف البايليبيل، ما يكون فيهم أسنان ما يكونوا يعرفوا شي، بس با 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 سهلين ترى باستخدام الشفاء. في أحرف نستخدم فيها الشفاء والأسنان فنسميهم لابيو دنتل، دنتل الأسنان لابيو للشفاء، زي الفا والفا فا فا لابيو دنتل مرة سهلين. في أشياء بعد articulators زي الجاز الفك،
بس مو مرة مهمين، لأن هذولاك اللي عادة نصدر منهم الأصوات، أما اللي هنا يعني تبغى أقرأهم. vowel and consonant، أيوة هنا لازم تفرقوا أو تحفظوا بس معنى ال vowel وال consonant. ال consonant سهلين، الأحرف الساكنة العادية اللي نستخدمها بدون أي صعوبة، فا فا با ما نا، كل الأحرف consonant. ال vowel هنا كاتبين which there is no obstruction to the flow of air, it passes from the larynx to the. okay. ال consonants عادة تكون بتلامس ال articulators، يعني زي ال ب، الشفايف كده يجو على بعض ويصدروا الصوت، أو ت د ن، كلها يعني إن تحركي الفم وتحركي الارتيكوليترز وتخليهم يصطدموا ببعض ويسببوا صوت. لكن الفاولز زي اي و ا كده with your mouth widely open، يكون عادة يعني والفم مفتوح ويكون الهواء يخرج بشكل متواصل من دون أي اعتراض. وطبعا distribution المهم هي فيها شوي يعني، مو الكل حتى اتفق على تعريف إليهم، لكن هي هذه الخلاصة. أوكي هذا مهم، ونسميه quadrilateral of the shape. هنا دولة the primary cardinal vowel، cardinal vowels دول ال vowels حق كل اللغات، وبرضو راح يجي منهم في الاختبار. احنا بس تحفظي مثلا close front وشكله، تحفظي هذا كامل الشارت كله مهم، وراح يجي منه في الاختبار. أنا يعني من رأيي ترى الشخصي انه ما هو مهم، بس أنا أدري انه بيجي في الاختبار، لكذا اقول لكم. اي اي هاري او احفظوهم صم زي ما هم باختصار يعني، وما له داعي تحفظوا عليهم أمثلة ولا شيء، بس تفهموا الراوندد زي او سبريد اي، وفي نيوترال ا. هذه طبعا وصف الشفاء، لازم تحفظوهم. هذول برضو تحفظوهم بالضبط زي ما هم في الكوادريلاترال، وبتشوفوا الدكتور كل شوي يقول كوادريلاترال وكده، بالنسبة لي شي مهم، فإحنا لازم نحفظهم. مو دولة، دقيقة، أيوة هنا أبغى تحفظي لي مثال على كل هذول. طبعا الشورت فاولز ستة، والشوا معاهم which is something very important، الشوا أهم حاجة طبعا، بس خليني أتكلم عنهم واحد واحد. بقول لكم كيف كانت طريقتي في الحفظ. طبعا المادة حفظ يعني فيها فهم بس قليل، يعني يفضل تحفظي بالضبط الأمثلة. ما بقدر أقول لك احفظي كل كلمات اللغة الإنجليزية والترانسكريبشن حقها، فالتزمي باللي موجود في الكتاب فقط، وما أفضل إنكم تحفظوا أمثلة من برا عشان إن إحنا فاهمين، لا شكرا، احفظوا من اللي بقول لكم. صحيح طريقتي كيف كنت أحفظ إي، هذه مثلا pit bin fish، كيف حفظ ثاني بتفنقش، pit bin fish بتفنقش. فحاولوا انكم تربطوها بكلمة واحدة، تكونوا منها كلمة واحدة مفهومة نوعا ما، وتحفظوا وياها الحرف، مو تحفظوا الكلمة وتنسوا الحرف حقها رجاء. هذه وين، ايوة هذه الاي هذه يعني حافظ عليها مثال كات، كات. بس برضو حفظ دول الثلاثة امثلة اللي هي حفظتها غاز باتمان، غاز باتمان يعني نوعا ما مفهومة بالنسبة لي، وقدرت احفظها. كل واحدة تشكل الاختصار اللي هي حابة انه وتحس انه راح يلزق في مخها. زين، فهنا put gun cross
put, pull, push, o, هذه a, man, cat, bat, هذه love, cut, come, هذه كسرة, pit, pin, fish. صحيح الفرق بينها وبين اللي تحتها. pit, man, yes. هذه أقرب إلى a, yes. bat, bat, pit, pin. هذه مكسورة أكثر، يعني ترى واجهت صعوبة كثيرة في التفريق بينها. بس طبعا دول الكلمات يفضل لو انكم تحطوها في الدكشنري. براويكم لأن استخدم هذا كامبريدج، استخدمه اسمع الكلمة مثلا clear، والآر لا تكتب في البريطاني. هذول بتحفظ عليهم أمثلة. أيوة نجي أحق الشوا. الشوا is a central vowel، موجود لها بس هذه الكلمة is a central vowel. وعادة عادة الشوا تجي ويا حرف الآر. أوكي، وإهنا مثلا في كلمة about الشوا is syllable، هذه syllable لوحدها. oppose perhaps، هنا شوا تجي عادة ويا حرف الآر. المهم أيوة هنا هذه foot. على الطاري أحيانا تخطئي من كلمات أنتين في حياتك حفظتيها غلط، زي أني كلمة foot كنت أفكرها فوت زي food، فحليت في الاختبار غلط. فانتبهوا بنات، حتى لو الكلمات تعرفيهم اسمعي الدكتور كيف ينطقهم، وارجعي للكامبريدج تأكدي من الترانسكريبشن، دائما تأكدي منه واعرفي فرق يعني بين الشورت فاول واللونج فاول. الحين احنا اخذنا الشورت فاول. كاف، راف، فوت، مات، فريند، هن. مو تشوفوا ثلاث اربع حروف تفكروا تنطقوهم كلهم، لا ارجعي للنطق وشوفي كيف تنطق كل كلمة. الحين بندخل على درس جميل اللي هو long vowels diphthongs triphthongs. الشورت فاولز قلت لكم تحفظوا الأمثلة اللي موجودين، ثلاثة أمثلة على كل كلمة، وتفهموا كيف النطق من الاستماع. اللونج فاولز بالنسبة إلي واجد أسهل من الشورت فاولز حتى. ليش؟ because of the do dots، فيهم نقطتين تميزهم والأصوات واضحة وقدرت تحفظها على طول الحمد لله. يعني الأماكن لا تنسوا تحفظوها على الكوادريلاترال. أيوة هنا إي، الآي دائما هو شي زي الكسرة أو الياء، إذا كان ويا نقطتين يكون نطقة زي كده. إي، بيت، مين، بيس، سي، إي. هادي نيوترال، ما أدري سنترال. هنا شوفوا مكانتها bird، fern، bus، girl. لاحظوا هذا الحرف اللي هو central يجي دائما مع حرف الار، مو دائما دائما بس معظم الاحيان، فانتم تنتبهوا يعني لهذه النقاط منها بتساعدكم. هذه card، half، bus. كذا قلت ليكم تسمعوا البريطانيين كذا، أني بالنسبة لي أحسهم كذا واجد يفخموا الكلام، في حتى أحرف متعلقة بدا الموضوع. هذه تون، ها، هوس. هذه أو، هذا اللي أخطأت فيه. فود، سون، لوز، أو. أيوة نكون كده خلصنا long vowels وفهمناهم سهلين جدا. نجي للdiphthongs. diphthongs أول شيء وشو diphthongs أصلا؟ diphthongs يعني حرفين، يعني حرف كده يجي طويل وحرف يجي أكثر قصير، يعني بس إن اثنينهم لازم ننطقهم.
A vowel which remains consonant and does not glide is called a pure vowel. يعني اللونج فاول نسميهم برضو pure vowel لأنهم خلاص يظلوا في حالة واحدة، لكن diphthongs ينتقل من الحرف الأول إلى الحرف الثاني. As the glide to I happens, the loudness of the sound decreases. دقيقة شوف. Okay. الديفثونجز ينقسم إلى نوعين: centering, closing. Centering كذا أشكالهم، closing كذا أشكالهم. ليش أقول لكم أشكالهم؟ لأن centering شفتوا ينتهي دائما بشوا، والشوا موقعها هنا، ولهذا السبب نسميهم centering diphthongs. شوفوا الشوا كيف دائما يجي ياهم حرف الآر، مثلا bed, word, fast, add, cad, scarce. ترى جو لينا في الاختبار اختياري، فانتبهوا وذاكروهم. يعني ما أقدر أقول احفظي واحد لأن ما تدري وش بيجي، فاحفظيهم كلهم. مود، تو، لو، من هذه فيها حرف الواي يعني من حذوة الحصان. أوكي نجي لدولة واللي أني أساسا أعتبرهم أسهل شيء من الدفثانكس. أي أول واحد نطقه، أي أوي أول شيء، أي زي بيت، بين، face, race. احفظوا شكله واحفظوا صوته مرة سهل. came, cake, date, lame. الأمثلة لا تنتهي. أسهل شيء وأحلى شيء كتابته اي اي، وانتبهوا ترى في اي اي، مو تخربطوا، خلاص احفظوهم بالضبط زي ما هم. دول الثلاثة اسهل شيء. الثاني نطق اي، تايم، نايس، رايد، تايد، سايد، ماين، اي، واي. برضو عليه امثلة كثيرة ونستخدمها كثير في حياتنا. I شوفوا كيف ينكتب. بعدين هنا oi, boy, toy, void, loin, voice. هذا الحليو في إنه دائما وI، مو دائما بس الأمثلة اللي في الكتاب، ولا مثلا كلمة boy أو why إن لها نفس النطق، لكن وإحنا طبعا هنا نهتم بنطق الأصوات مو الأحرف. نجي لها للي انتهوا بحذوة الحصان. most, home, load. شوى حذوة الحصان أو loud, house, gown. حتى ما أدري وش يعني gown، بس إحنا نهتم فقط بالنطق يعني بغض النظر عن المعاني. بس في شي الحين بقول لكم عنه. أيوة في الترفثونجز، ترفثونجز يعني شوفوا دي اي diphthongs يعني تو، من الدي اي، دي اي، بي اي، باي، داي يعني اثنين. تراي من تريبلت يعني ثلاثة، فتريبثونغ على طول تعرفوا ان فيها ثلاثة، لهم ثلاثة احرف علة ورا بعض يجوا. سهلين برضو التريبثونغز، يعني لو تحفظي مثال على كل واحد وتفهمين انتهى الموضوع. المهم شفتوا الكلوزنج من شوي، الديفثونجز اللي ما كانوا ينتهوا بالشوا، الحين في التريفثونجز نضيف عليهم شوا كلهم ونسوي منهم تريفثونجز. مثال عليهم: ايه، ايه، اويه. مثلا بلايه، فايه، رويه. هنا اوا اوا نفسها اوا اوا، لكن الأولى اللي هي شوا حذوة الحصان بعدين شوا، كيف تكون؟ تكون إن low والإي آر suffix، يعني كأنها مضافة إلى الاسم، يعني هي low lower
لذلك حطيناها بهذا الشكل. لكن إذا كانت من أصل الكلمة يعني ما تقدر تحذف الـ ER زي power hour، نكتبها بهذا الشكل، وهذا راح يجي طبعا في الاختبار، ركزوا عليه رجاء وانتبهوا لهذه النقطة. يا إنك تقدر تحذف الـ ER فتحطيها كذا، أو إن هي تكون جزء من الجملة وبتحطيها بهذا الشكل، بتيجي حتى ترانسكريبشن إن تكتبيهم عادي سلبة نفسها، وبس تكتبي هذا، والآر ما تنكتب في البريتش يعني في الترانسكريبشن في النطق ما تحسبيها. لطالما قلت ليكي إن هذا مهم، وبيجيب أمثلة عليه تحطوا عليها نقاط أو اختياري أو أي شيء. هنا write the samples. أيوة ward cough team cool learn curl هذا الحرف bird girl اللي قلت لكم يجي وياه حرف ال R، يكون هو في الوسط central. سهل مرة. seal e سهلين. Write the samples for the diphthongs. Way, A. Style, tone. Why, I. Hair, A. Okay, خليني أوقف لين هنا، لا أشرح الكتاب كله في ثواني، لأن مرة سهل. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس، ويكون عجبكم وخفيف ولطيف، ترى المادة سهلة ولا تحاتوا. بكون وياكم على طول، أي استفسارات أرسلوها لي على طول في التعليقات، أو كلموني على الخاص، يعني ما عندكم أي مشكلة.